بهذه الهمم العالية والسواعد الفتية والتضحيات الجسام، استطاع أبناء الغودرة والميلوي بزريقة الشام جنوب محافظة تعز أن يتحدوا الصعاب ويتجاوزوا سنوات العزلة والحرمان من خلال البدء بشق وإصلاح هذه الطريق التي ستربط 4 محافظات يمنية وستكون شريان حياة لمحافظة تعز. عندما وصلت الطريق هذه أو فكرة الطريق، المواطن من معاناة هذه الطريق قدم شيء كثير، ضحى بأحد منازله لكي يفتح الخط ليوصل بالعالم الذي هو يبعد عن ما يعرفش غير مرتبط بالعالم، ضحى بكثير من مزارع، قدم أشكال مثمرة لقلعها من عشان يتم الخط. هذا ما يعنيه المواطن. نحن الآن في الطريق هذا الجديد إن شاء الله تمام، وإن شاء الله تستكمل. كنا أول تعبانين من حاجات، إذا عندك مريض بتتعب فيه من هنا إلى المركز أو إلى بني محمد، وبعدين في عندنا حتى الأطفال هذه لما تطعمه يروح واحد يحمله فوق حمار، والآن الحمد لله في الطريق هذه فيها طيبة ومتواصلين بالسيارات. يؤكد الفريق الهندسي للطريق التي يبلغ طولها 163 كيلومتر بأنها ستكون طريقا أساسية وآمنة خالية من المنحدرات والمخاطر ومنطلقا للتنمية والبناء رديفة لطريقة هيجة العبد، وسيستفيد منها معظم محافظات الجمهورية. تكمن أهمية هذا المشروع الحيوي والهام في كونه سيربط إن شاء الله 3 محافظات من محافظات الجمهورية، وسيعمل على كسر الحصار الحقيقي المفروض على تعز. هذا المشروع سيربط محافظة لحج بمحافظة تعز ومحافظة عدن. طول هذا المشروع إن شاء الله سيكون ما يقارب 165 كيلومتر من مفرق الصافية في بني عمر حتى مدينة الشعب في عدن. مناشدات عاجلة يبعث بها أبناء زريقة الشام وأبناء تعز لحكومة الشرعية والمنظمات الدولية لاستكمال دعم وإصلاح الطريق التي بدأ الأهالي بإصلاح المرحلة الأولى منها. من أبناء محافظة لحج ما يعرفش لحج، من أبناء محافظة تعز ما يعرفش تعز، بسبب نحن وقعنا في مكان مظلم. نحن حرمنا من عدة مشاريع منذ قيام الثورة ولم نتصل عندنا أي نرتبط بالدولة. نرجو إيصال رسالتنا هذه للجهات المختصة كمحافظ محافظة لحج ومحافظ محافظة تعز التي تهمهم المنطقة، تربط بين محافظتين بل تربط جميع محافظة الجمهورية. طريق الغودرة والميلوي ليس طريقا ثانوية، بل إنها شريان حياة ستساعد في فك الحصار عن تعز، وستخفف الكثير من معاناة المواطنين، وستكون منطلقا لحياة تنموية جديدة. لذا فإن استكمال إصلاحها يتطلب شحذ كل الهمم والإمكانيات وتضافر كل الجهود الرسمية والأهلية. نهر العاصي.